السلام عليكم. موضوعنا اليوم هو اقوى فيديوهات تحديات السحب. يعني اكو مو هن مو كلهن تحديات سحب كيا سورنتو وباقي السيارات مثل نيسان او بيكامات، هذين مو كلهن تحديات سحب، بهن تحديات سحب بهن سيارات طامسه يطلعن. انا راح اذكر لكم اعلق لكم اثناء الفيديو اقول لكم هاي جايش، لانه هو ناس راح تقول هذا اصلا هو مبدل بك. ايه حبيبي هو جاي طلعه يعني طامس وجاي طلعه من الطامسه. بس طبعا نزلت الجام، تسمعون صوت العصافير فلس بعد ما اعرف مبين واضح يمكن بالمايك، لا ما اعرف، بس نزلت الجام وطلع صوت العصافير. المفروض اصعد الجام راح صوت مال العصافير بعد ماكو. اخوان اريدكم تشوفون الفيديو من البدايه للنهايه وتعلقونا عليه تعليق حلو وان شاء الله يعجبكم. اريد تفاعلكم على الفيديو، لايك تعليق هذين الامور، وشوفوا الفيديو من البدايه للنهايه لان هواي فيديوهات وان شاء الله يعجبكم. عفوي يعني هيجي بصراحه، انا متعود انشر الاثنين والخميس، بس اليوم قلت هذا فيديو موجود ليش ما نشره، خلي نشره وخلي الناس تستمتع. انا اتمنى يوميا انشر لكم فيديو، بس بصراحه وقت وحضر تجوال وعدكم علم الامور مال الحضر التجوال، فما اقدر اصور هواي. خلينا نشوف الفيديو بعدين نرجع لكم. هنا عندنا سيارة عاطلة اللي هي نوع تويوتا، بيسحبها ويساعدهم. هنا الفيديو همين تحدي سحب. كسبري كسبري. ليستو؟ هنا همين نشوف تحدي سحب. يا سالي يا ني هنا يمشي بهاي السرعة على مود السيارة اللي تشلب بالرمل، فيضطر يمشي سريع وتصير هاي التراب القوية ودا يسحب سيارة ورا. El loco del Sorento probando su vehículo, Loco Sorento. شباب هواي ناس تتوهم بهذا الفيديو حسبالهم تحدي سحب. شباب هاي السيارة طامسة ويحاول يطلعها، يعني التريلا طامسة ويحاول يطلعها بالسورنتو، وقدر يطلعها بالسورنتو مثل ما تشوفون.
PC. Vehículo de ya estamos cansados sus leyes. Ayudando al colectivo del MOPC, al camión del MOPC. شباب هنا السيارة موديل قديم، يعني هاي السيارة 2007 2008 2009 تجي هذا الشكل. هاي السيارة تجي اكسل مو درايم شيفت، يعني مو سحب، يعني تعتمد على الدفع الخلفي بس. هي صحيح دفع رباعي بس اعتمادها على الدفع الخلفي، وماكينتها عدلة مو صفح. شباب شفنا الفيديو، ان شاء الله عجبكم. اللي عجب الفيديو يعطينا لايك، واللي ما مشترك بالقناة يشترك بالقناة. نريد نوصل 100,000، ولو 100,000 ما بيها فرحة، لان تعرفون الارباح بالعراق ميتة حيل. يعني بصراحة حتى اذا صير 100,000 انا ما راح افرح، بس اريد اوصل 100,000 ان شاء الله. ورا 100,000 نوصل مليون، على مود بالمليون بلكي تصير شوية القناة زينة ونقوم نستفاد من عندها. مستمرين وباقين ونحو الافضل في امان الله. The Sorento feels very stable, and it can handle itself in an emergency maneuver too.